مرحبا بك. وبيك عايشة؟ لاباس الحمد لله. قد ما نروح بشير زينة، عامل بمؤسسة خاصة. شو باش نحكيو اليوم في موضوع الانحطاط الأخلاقي؟ والله انت تاع الانحطاط الأخلاقي موضوع كبير ياسر، يعني ما عندوش الأول لآخر، لأنه نشوفه في تونس اللي مثلا في بلادنا الدهور ياسر المستوى الأخلاقي، الانحطاط الأخلاقي في مستوى الشباب غير الشباب، حتى ما عادش في حتى مثلا ما نجموش ناخذ دي موين، حتى ما عادش تفهم لا كبير لا صغير لا متوسط، كلها ولد كيف هذا ينجم على شنو؟ نجم لأن المدرسة ما عادش قائمة بالواجب نتاعها، أول حاجة لأنه ماك تعرف أنت كيفاش تبني مجتمع، تحب تعمل مجتمع راقي، أول حاجة شنو اللي فيه هامة؟ الحاجة دو باز، فهمني؟ أول حاجة هامة في البلاد هذه هي التعليم. كان لقيت أنت بلاد فيها التعليم والترونسبور والصحة مريقلين، راهي البلاد هذيك على شان عسك. مش قبل ما نوصل التعليم نبداو من العائلة؟ لا، العائلة عندها دور، ما قلناش ما عندهاش دور، مي المدرسة راهي دورها مهم، فهمتني؟ خاطر أنت مثلا أنا فاهمك أنا حاجة، صحيح أنا مختلف معاه مثلا ما تعجبنيش الأخلاقيات الموجودة، مي أنا ما نصورش ما فماش عائلة ما تحبش تربي. دونك هنا شنو المشكلة؟ فهمتني؟ المشكلة اللي المحيط، فهمتني؟ البيئة ولد خايبة. ما هو زادة فما عندنا ظاهرة التفكك الأسري. والله التفكك الأسري موجود، علاش؟ هذا اللي نراجع التفكك الأسري، لأنها المنظومة اللي في تونس، المنظومة في الأسرة والمنظومة القضائية اللي تخص المرأة والراجل، منظومة ماهيش باهية. فهمتني؟ تساعد على التفكك أكثر من أنه تساعد أنه باش تلم. فهمتني؟ فتنجم تقول صحيح، هي تنجم تقول ما عندنا احنا مجال التحوير الشخصي منحازه شويه، تنجم تقول منحازه شويه، فهمني؟ للمراه، فهمني؟ مش يعني انا باش نضيع حق المراه. المراه حاجه مهمه راه. انا عندي مرتي، عندي اختي، عندي امي، عندي بنت خالتي، عندي بنت عمتي، يعني مش بننكروا احنا فضل المراه راه. مش انا يعني قلت لك هكا يعني المراه يعني لا يلزم نعفسوا عليها لا، اما لا نعملوا بروسيدور انه نعملوا نوظفوا القوانين انه نحاولوا انه نرجعوا اكثر منه. خاطر انت كي تعطي للمراه والراجل القانون يحميها 100% باش يولي متسلط بطبيعته. ايش يهمني؟ فهمني كيفاه القانون معايا؟ فهمني؟ فهمني لازم كي تدخل العصا تاخذها من الوسط. باش تعمل لي كيفاه؟ على موضوعنا نتاعنا شويه، نرجعوا لموضوعنا. يقول لك المشكله في تونس مشكله اخلاقيه بالاساس قبل ما تكون مشكله ظروف وماديات. ماني قلت لك هي راهي ماهيش ماديه جمله. هي مسألة برانسيب، مبدأ، فهمت كيفاه؟ هي راهي حكاية مبدأ، يعني أنت كي تربي ولدك، فهمتني؟ كي تربي ولدك أنت حتى كي يخرج للمجتمع، قلت ربي ما تخافش عليه، فهمني؟ كي تخرج للمجتمع ولدك، كي تعرف كيفاش باش تربيه، حتى كي باش يخرج على الكياس شوية، راهو يرجع، فهمني؟ يعني حتى كي يخرج على الطريق شوية، راهو يرجع بطبيعته، بحول الله يرجع، أما ما يعنيش إنه نحن راهو مش نسيبوا الماء على البطيخ. شنو المواقف اللا اخلاقيه اللي انت تعرضت لها معناها في حياتك اليوميه؟ والله انت تقول عده مواقف، مثلا ساعه مثلا ها نعطيك انا حاجه بسيطه، مثلا مثلا تروح في مترو، تبدا مترو ما فهمتني قاع فيها ناس كبار واقفين، تلقى صغار ما يهموش، يلقى راجل كبير بحذاه يبدا يحس بروح مغمض عينيه، فهمتني؟ ما يحبش يقوم له، فهمتني؟ اي نحكي لك شنو يحس بروحه مغمض عينيه؟ يعني شنو هو الراجل الكبير يجي بحذاه هو يعمل هكا زعما تعب باش ما يقومش، ولا يفهمني يحل عيني ويغمض عين. والله كيما نحكي لك كون شاء الله ماكش تخفي مترو عاد انت ولا في باه اي تو تفيق به، فهمني؟ اي نحكي لك مثلا، فهمتني؟ ساعه تري مثلا مترو يبدا معبي كذا، تري مثلا برشا شباب تري في وضعيه غالطه، تري مثلا مسيرة بون ما انا ولا غالب ترونسبور ما نعرفش نحلوا عليه موضوع هذاك، حد ترونسبور في تونس ساعة تلقى معبي ياسر، تلقى مثلا بنية مسكينة مقلقينها هكذا، فهمتني كيفاه؟ فهمتني؟ ساعة تبدا في الشارع تري عباد ماهيش محترمة مثلا في السلوكيات، مثلا تلقى مثلا يمشي حتى كان يتكلم في الكلام خايب، الاخر حتى تتكلم انت في صاحبك مثلا قدر الله كي انت اللي غالب عليك، الاخر تتكلم بشوي لا يحكي بحكايه مثلا يبدا يتكلم لازم تسمع تونس كامله معاه، يعني انت متعدى في الماده الاخرى تسمع الكلام الزايد، وهلم جر برشا وضعيات. وكانه الكلام الزايد اليوم ولا
ضرورة من ضروريات ماني. لا ولا ما هو ضرورة، هو ما هو ضرورة، أما نحن حبينا ردوه هكاك فهمني، نحن جبناه كي مكره أخاك لبطل الله غالب شو نعمل. أنت هنا تلوم برشا في الشباب. فهمني إيه لوم الشباب، لأنه البلاد شنو مستقبله؟ إيه؟ البلاد تو أنا خذيت وقتي باش نمشي على روحي. يكون الشباب شكون الشباب هذاك؟ ما ولدي ولد الآخر. انت تلوم في سلوكيات الشباب، لكن نسيت انه حتى فما ماهمش معنى، فما ناس كبار وتتعامل بنفس الاسلوب. فما ناس كبار تعامل بنفس الاسلوب، ما قلناش لا نحن. فهمتني؟ هو الكبير ديما المقياس في المجتمع. مي ديما يبقى كيما نقولوا نحن اشياذ ويحفظوا ولا يقاسوا عليه، باش تلقى ناس كبار، اصلا باش تلقى ناس كبار صحيح. تتعامل باللغه هذه وكذا، لانه نحن حتى كي كنا صغار موجوده اللغه هذه، مش اما كل واحد كيفاش يوظفها. فما ناس كبار يتكلم كلام زايد. راه باش ما يكذبوش عليك، اما في محدود، في سياق محدود. مثلا ساعة تلقى مثلا مع اصحابه كبار مثلا في عمره هو، وتتفاد ليك هكا في نطاق ضيق. اما مش تلقى مثلا 100% مثلا في عائلته ولا 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 ولا, ولا مثلا موجود، اما مش بالصفة اللي باش يكون. فهمتني؟ بالعكس نحن ماناش باش نلوموا عليهم الشباب، راه بالعكس نحن نحبهم يكونوا في وضعية باهية، ونحبوا يكونوا في أخلاق باهية، لأنه هما شنو؟ هما الأفضل في البلاد هذه. كما كنت نقول نحكي لك قبل، نحن كنا نجم، نحن عامين باش نمشي على رواحنا، شكون باش تبقى للبلاد؟ الولدي انا ولد الاخر ولد الاخر، شنو نحبوا احنا تونس؟ زاد على التعصب والعنف. العنف في الكلام، عنف معناها اي ما هو اغزر لي، ما هو هذاك شنو هو؟ هو فهمتني وريث مجتمع. فهمت شنو هو؟ مجتمع عنيف المجتمع التونسي؟ مش اجريسيف 100%، نحكي لك على المستوى اللغوي، راه نحكي لك. مش المستوى المادي. فهمتني؟ المادي بون الحمد لله لاباس، باللي ثم حالات شاذة ماهيش فهمتني؟ صحيح ثم برشا حاجات يعظموا فيها على الفيسبوك ودري شنو بون ما عنديش فيها. هذه خاطر لغة العصر فهمتني؟ أما المستوى اللغوي الكلام هذا المنحت الا غالب موجود فينا من قبل، تحبي ولا تكري موجود. يعني كيفاش تحبي تبو به انت من الستينات من السبعينات من الثمانينات حتى في عهد البيات موجود، مش نوع كان في الضيق وكان في الاحترام. توا ولا عنا توا تشوف توا كنت انت تعب تمشي تعمل دوره ولا كذا، فهمت؟ تدخل المجازان ولا خارج من بقعه توا تسمع عادي، تسمع لك كلام زيد. خليك الكلمه الاخيره، شنو تحب تقول فيما يخص الموضوع هذا؟ والله ماذا بينا نريو البلاد هذه لاباس، ماذا بينا نكونوا شباب يوفروا له فرص ما احسن، يحاول انه يوفروا له الخدمه، يحاول انه يحقق اماله في تونس باش ما يهاجرهاش البلاد هذه. لانه نحن كان اليوم فهمني عندنا هجره مقننه ولا غير مقننه غير نظاميه، لا فهمني، وخارجه منها الاف الشباب، راهو اليوم نضحكوا فهمني، 10 سنين اخرين رانا باش نبكوا. علاش؟ لانه نحن انت 4-5 سنين اخرين ما عادش تلقى راك تبيب في سبيطار. فهمني؟ ما عادش تلقى فرملي. فهمني؟ حضر لك الدواء. ما عادش تلقى اوبتيسيان باش يريق لك اللونات. ما عادش تلقى معلم يقري لك ولدك. ما عادش تلقى استاذ. وهذا كل راه خيبة المسعى. ان شاء الله تكون بلادنا في خير وفي اوضاع ما احسن.